السلام عليكم خوش هانين، كل شيء مزيان، كل شيء وداك شاحي للجميع. اخوان اليوم الاخوان جات عندي واحد الموتور اللي هو خدا واحد السيد موتور جديد، قالوا لي راه ركبنا لك سونديس ورا البياله، فيه موتور فيه بياله سونديس 100%. وجينا حنا كنشوفو كاع، حنا نقولوا هادشي كامل ندوزوه، واش باقي شي واحد في 2021 كيقلب البيستون وما مكاليش الموتور؟ شوف هنايا، شوف البيستون فين كان كيتوشي، شوف غير البيستون فين كان كيتوشي، الصبابات ديالو، شوف الصبابات كتوشي كتوشي هنا. اي متفق معاك بانهم مركبين لك بياس ديال الصانيا دوريجين كذا، ولكن سيدي المعلم علاش عاطينو هاد المعلم هذا اللي فيه باقي مازال كيقلب البيستون؟ علاش؟ واش باقي شي واحد الان كيدير لتحت؟ الاخوان راه ما تبقاوش يضحكوا عليكم صحاب الماكس، كيقول لك هذا راه دوريجين اي ركب ليا، ولكن واش عندك المعلم؟ واش المعلم ناضي كاين؟ والله كندوي انا، غير انا كنت غير غندير لا فيديو ولا والو، ولكن ملي جيت كنشوف هاد البيستون الاخوان راه بانه مقلوب، راه ما خدمه ما والو اخوان، راه الموتور مازال باقي جديد، جديد الموتور هادي راه ما كتسمى ما خدمه ما والو. والبياله الاخوان عرفتم هاد الموتور راه مازال جديد، موتور كتلقى فيه هاد 139 راه سيكونت مركبين ليه غير سيلندر وكيلاص، فهمتوا الاخوان؟ راه ما يمكنش يبيعوا لك الموتور من لاميزو سونديس 100%. هذوك الناس الا قالوها لك راه غير راكب ليه سيلندر وكيلاص، انت الاخوان. اي انا نتفق معكم، بياس مركبين ليه دوريجين ديال الصانيا، ما قلتش ما مركبينش ليه بياس، ولكن البيال كتبقى سايكونت، البيال كتبقى سايكونت. شوف البيستون كيفاش قصير، شوف البيستون كيفاش قصير، راه ماشي طويل. وهاد 110 دائما خصها تكون من جهه لومبرياج، ما تكونش من جهه لهنا باش ما يتعرف بانه بيستون راكب في بلاصتو ماشي مقلوب. هذا راه يعطيك التقرقيب وركب هذا الموتور. اكثر يقول لك الموتور انا مركب لي سيلندر وكيلاص وعندي فيه التقرقيب، راه لا يمكن غادي يقرقب لي كاين ما كانش بيستون مقلوب الاخوان، راه ما عمره غادي يقرقب. قلت انا الاخوان ها الموتور غنوري لكم، راه مازال جديد، ها هو الاخوان الموتور مازال جديد 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 الاخوان، ها هو الموتور راه مازال جديد الاخوان. وها الفبروك اللي غير ركب لي هو هذا ديال ناكاتا اللي هو 110 الاخوان. هاد البلاستيكة جو بلاستيكة هاي الاخوان فين كتكون مطبوعة ناكاطا، ناكاطا وفين كتكون مكتوبة فيه هنا بدية بالثانية زعما فين 110 الاخوان. شوف كاين الاخوان تحية هادشي، ونوريكم بيستون اللي غادي نركبو الاخوان، وغنوريكم بيستون كيفاش كيركب. ها الاخوان ها البيستون اللي كيكون طويل، شوف هذا كيفاش طويل، شوف هذا كيفاش قصير. هاد الناس هاد الناس مصيفطين ليكم سيلندر وكيلاص اللي غادي يركب لك مع هاد البياله، راه الا جابوا لك بيستون طويل بحال هكا راه ما يمكنش، غادي يجي توشي فوق. داكشي اش كيجيبوا لكم بيستون قصير تقدر تركب سيلندر وكيلاص سونديس عادي، ما عندكش المشكل، ولكن الموتور ما كيتيريش، يطلع عندك تقرقيب ما يطول شكل البياله، ما غاديش يطول لك في الطريق. ها البيستون انا اللي قصير غير كاللوحم، هما جداد ها هو كاع عامر غير مليح، ما غنخدمش به قلت اخوان، ما عندناش به الخدمه. هذا اللي عندنا فيه خدمه هو هذا، يكون طويل على هكايا هو اللي غيركب هنا. ودائما هاد الان هادي الاخوان هاد الان ضروري هي الفوق، اي موتور كيما كان سكوتر كلشي الان ديما الفوق. نبقاو معنا الاخوان تركبوا لكم دابا في بروكان وغتشوفوا نحلين الماكينه كامله. ها البيستون ركبناها الاخوان، ها الان فوق الماكينه كيفاش كتكون واقفه ديمارو، الان ديما كتكون الفوق. وها هو في بروكان ناكاطا الاخوان، ودابا نرجع لي السيلندر ديالو راه دوريجين ديال الصانع نرجعهم ليه. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، تحياتي، بقاو معنا تنديرو اماش وغادي نوريكم كيفاش كيجيب هذا البيستون مقاد مع السيلندر. دابا نيت
اول اخوان كيفاش كتشوفوا هي مقادم مع السيلندر من الفوق. اول اخوان مجوان هو قاد. يلا اخوان تحياتي، بقوا معنا تنديروا مارش. ها هي الاخوان دابا راه ساليناها، وها هي شحال ضاربه الاخوان، ما ضاربش بزاف. ها هي كامله داكشي مغسول ناضي كامل نضي. انا الاخوان داكشي نقي خالص. نديرو لكم مارش، سمعوا يلا اخوان تحياتي لكم جميعا. يلا كيتوش الصبابات ديالو، شو الصبابات الكاتوش، الكاتوش هنا اي متفق معاك بانهم مركبين لك فياز ديال الصانيه دوريجين كذا، ولكن سيدي المعلم علاش عاطينو هذا المعلم هذا اللي فيه باقي مازال كيقلب البيستون؟ علاش واش باقي شي واحد الان كيدير لتحت؟ ها الاخوان راه ما تبقاوش يضحكوا عليكم صحاب الماكس، كيقول لك هذا راه دوريجين اي ركب ليا، ولكن واش عندك المعلم؟ واش المعلم ناضي كاين؟ والله كندوينا غير انا كنت غير غندير لا فيديو ولا والو، ولكن ملي جيت كنشوف هذا البيستون الاخوان راه بانه مقلوب، راه ما خدمه ما والو اخوان، راه الموتور مازال باقي جديد، جديد الموتور هادي راه ما كتسمى ما خدمه ما والو، والبياله الاخوان هانتوما هذا الموتور راه مازال جديد. موتور كتلقى فيه هاد 139 راه سيكونت مركبين ليه غير سيلندر وكيلاص، فهمتوا الاخوان؟ راه ما يمكنش يبيعوا لك الموتور من لاميزو سونديس 100%، هذوك الناس الا قالوها لك راه غير راكب ليه سيلندر وكيلاص، فهمتوا الاخوان؟ اي انا نتفق معكم فياس مركبين ليه دوريجين ديال الصانية، ما قلتش ما مركبينش ليه فياس، ولكن البيال كتبقى سيكونت، البيال كتبقى سيكونت، شوفوا البيستون كيفاش قصير. شوف البيستون كيفاش قصير، راه ماشي طويل، وهاد 110 دائما خصها تكون من جهه لومبرياج، ما تكونش من جهه لهنا باش ما يتعرف بانه البيستون راه راكب في بلاصتو ماشي مقلوب، هذا راه يعطيك التقرقيب وركب هذا الموتور، اكثر يقول لك الموتور انا مركب لي سيلندر وكيلاص وعندي فيه التقرقيب، راه لا يمكن غادي يقرقب لي كاين ما كانش البيستون مقلوب الاخوان، راه ما عمره غادي يقرقب، فهمتوني الاخوان؟ وها الموتور غنوري لكم راه مازال جديد. ها هو الاخوان راه الموتور مازال جديد جديد الاخوان، ها هو الموتور راه مازال جديد الاخوان، وها الفبروكا اللي غنركب ليه هو هذا ديال ناكاطا اللي هو 110 الاخوان، هاي البلاستيكا جو بلاستيكا ها يا اخوان فين كتكون الطبوعه، ها البيستون ركبناها الاخوان، ها الان فوق الماكينه كيفاش كتكون واقفه ديمارو الان ديما كتكون الفوق، وها هو في بروكان ناكاطا الاخوان، ودابا رجع لي السيلندر ديالو راه دوريجين ديال الصانيه نرجعو ليه، وهذا الشيء اللي كاين الاخوان تحياتي، بقا معنا تنديرو امارش وغادي نوريكم كيفاش كيجيب هذا البيستون مقاد مع السيلندر دابا نيت. ها هو الاخوان كيفاش كتشوفو مقاد مع السيلندر من الفوق، هو الاخوان مجوان هو قاد. يلا اخوان تحياتي، بقاو معنا تنديرو مارش. ها هي الاخوان دابا راه ساليناها، وها هي شحال ضاربه الاخوان، ما ضاربش بزاف، ها هي كامله داكشي مغسول ناضي كامل نضي. انا الاخوان داكشي نقي خالص. نديرو لكم مارش، سمعوا يلا اخوان تحياتي لكم جميعا.